السلام عليكم حبيباتي، اليوم مع وصفات مطبخ دليلة ديزات. نشارك معكم وصفة كتلة محمرين طيبين زبدة ويذوبوا في الفم. ابقوا معي حتى اخر الفيديو تكتشفوا كيفاش حضرت الوصفة. غير تدخلوا حبيبة قلبي للقناة، ما تنساوش تخليوا لي لايك، الاشتراك والكومنتار والبرتاج. هنا حبيبات قلبي، اليوم جبت لكم كتلات محمرين طيبين زبدة يذوبوا في الفم. حنطيبوهم في الكوكوت وحنرافقهم يعني بالروستاني سريع اكسبرس بالخضر. بسم الله، ندوزو قبل الكتلات تاعنا. كتلات تاعنا انا واش عندي، يعني هادي حنديرها عشاء مع العائلة، يعني نديرو لما صغيرة. عندي هنا كيلو ورطل تاع كتلات تاع الغنمي، عندي زوج مغارف تاع العشاء تاع الزيت المائدة، عندي شوية فلفل أسود. ما حبيتش ندير لهم التوابل باش نخليهم في ديك النكهة تاع الكتلات، ما نقتلهمش يعني البنة تاع الكتلات بالتوابل بزاف. حنديرها غير فلفل كحل ونملحو، هذا ما كانوش يا معتاد. عندي هنايا قلت لكم رشة شوية تاع فلفل أسود، عندنا الملح على حسب واش درنا. هنا كنديرو كيلو ورطل، مغرفة تاع لاتاي تاع لاموطاد، عصرة تاع نص حبة قارص، وربعة فصوص تاع التوم بلا ما نقشرهم، يعني واسمهم اون شوميز بلا ما نقشرهم. بسم الله، حندير هنايا التتبيلة تاعي. حندير جوج مغارف تاع العشاء، بسم الله، وحدة زوج مغارف تاع العشاء تاع الزيت المائدة. عندنا هنايا مغرفة تاع لاتاي تاع لاموطارد، هكذا نعطيهم بنة ويطريهم هذيك. ونزيد هذيك نص عصرة تاع قارص هذيك، بعد ما عصرتها بس نخلط. نزيد هذيك شوية تاع فلفل أسود هذيك رشة، نخلطو هكا بهذيك المغرفة اللي درنا بها لاموطا. دوك نجيب لي كتلات تاوعي. هم ليك ما شاء الله، الله يبارك. هنديرو هكا لمة صغيرة تاع العائلة هاديك، وهنا نزيد الملح كما تملحوا لي فريت تاعكم. يعني نعطيكم كيفاش القاعده ندير هنا. شتو كي تملحوا لي فريت تاعكم بعد ما تقليوهم، ولا مقبل كل واحد كيفاش موالف يقلي لي فريت تاعو. نزيد لهم كل واحد يزيد خير شويه، خير ما يجيني ثاني يجوني ثاني مالحين. نقلبهم كاع هكذا، نتبلهم بهذيك لاموطارد والقارص وفلفل اسود هكذا، ونغطيهم. انا نخليهم مده 10 دقائق برك، ماشي بزاف. درت لهم الملح دركا، نتوما تقولوا لي وعلاش، باش يجيو بنان ما يحش يخرجوا هذيك العصاره، باسكو نخليهم غير مده 10 دقائق هكذا. فوالا، دوك نخليهم دكوتي لو طون نقي البلون طرافاي تاعي، ونوليو نحمروهم. بعد 10 دقائق دوكا راني حطيت لاكوكو تاعي تسخن، نديرو زوج مغارف تاع العشاء تاع زيت المائده، وحدة زوج، نخليه يسخن شوية. هنا باش نتيستي ولا سخن، انا شعلت له افون ما نقصلوش، ندير هكا شوية شحمة. فوالا هكذا دوكا سخن. وعلاش نتيستيو هكذا؟ باش كي نحطو هذيك لاكور لي كوتلات تاعنا ما يخرجولناش هذيك العصرة اللي فيهم. حبيتهم يعني هذيك العصرة تقعد فيهم باش يجيو بنان. نحط لي كتلات تاعي، ريحتها الله الله تلفلف على وجهي. هكذا نزيد وحدة، ما بعد ما حمرتهم على زيت شوية
الزيت، شفتوا على هذيك الجهه تاع الشحمه نحيهم باش نزيد يعني الدفعه الثانيه. هذيك كي نحيت هذيك نزيد هكا الدفعه الثانيه، ودائما على نار قويه شوفوا ما تنقصش النار. هكذا نكملهم نطيب هاد الدفعه الثانيه بعد نزيد عليهم. هنا بعد ما تخلات لي الدفعه الثانيه حنرجع هذيك الاولانيه نحطها هكا، يعني نقص دوكا النار، يعني نقص باسكو خلاص حمرتو متخصوش يزيدو يعني باش يتحرق مكانش. هنا نزيد هاديك العصارة لي شفتهم هاديك لي فاتلات، نزيد هاديك الثوم هاني نحطها هكدا، وهداك ونخلص ما مرموش غير هكدا. غنجيب له هاولي نص كاس تاع الماء، غنشلل هداك الوعاء هكدا ما نرمي والو، هكدا نفرغو على لي كوتي هكدا. نحرك لاكوكوش تاعي هايلي، راكو تشوفو هداك المرق يعني، وزيد تاني هاديك لي كوتلات يزيدو يطلقو العصارة تاعهم. دوك نغلق لاكوكوت تاعي ونقوي النار، نغلقها ونقوي النار، كي تبدا تصفر نقص لها مليح حتى اللخر سقمها هاديك، نقص كي تبدا تصفر نولي لعندكم باش نوري لكم كيفاه. انا شوفوا بعد ما راهي تدور شوفوا النار، شوفوا تحتها راهي قويه. دوك حنا نقص لها، دوك نرجعها على هذاك الصغير اللي هكا ونقص لها مليح. شوفوا دوك ناخذها هاي ليك، شوفوا كيفاش نقصت للنار حتى الاخر. دوك نحطها هنايا باش تطلق لي هذيك العصاره هذاك لي كوتلات وما يتحرقوليش. هكا دوكا بعد ربع ساعه نحل نشوفوا لا طابلي اللهم بارك، ولا ما طابليش نزيد نخليه يطيب، باسكو كل خروف كيفاش كاين لي كبير لي صغير كل واحد كيفاش يعني الطياب تاعو كيما الدجاج. هنا بعد 20 دقيقه حليت لاكوكوت، شوفوا طاب زبده راكو تشوفوا هاوليك هاني دوكا، شوفوا هذيك العصاره مع هذيك الزيوت تاع لاك تاع لي كوتلات تاع الشحمه، وهذوك جوج مغارف اللي درناهم دوك هكا نخليه يتقلى طون زون طون، نقلبو لازم يتبخر لي هذوك السوائل اللي بقى لي غير شويه من هذيك العصاره، ما سحقيتش انا بزاف يعني كلشي طايب هايلك. هنا شوفوا خرجت لي غير شويه، لازم تبقى لي غير شويه من هذاك الزيت، دوك نطفي خلاص نقدمه لكم. هاوليك لي كتلات تاعي حبيبات قلبي، انتوما حبيباتي، يعطيكم الصحة اللي كنتو معايا، ان شاء الله يعجبكم الفيديو. سيو هاد لي كتلات يعني محمرين طيبين زبدة ويذوبوا في الفم، رفقتهم مع الرز، قولوا لي في التعليقات كيفاه جاكم، ونقول لكم ديروا لي اشتراك وفعلوا هذاك الجرس باش يوصلكم كامل جديد. ان شاء الله نتلاقاو في ساعات الخير، مقبل ما نروح نوري لكم يعني لي كتلات هادو التوعي اللي طايبين الزبده هاي ليك. شوفوا شوفوا هم دوكا شويه بردو مهما يكون باسكو مع التصوير كاع ماشي كيف كيف. شوفوا حبيبه قلبي هاي ليك طايبين زبده ومحمرين، واش نقول لكم. نخليكم في امان الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله. هم ليك تاني هنايا رافقتهم مع مخللات يعني مع لاصالاد، لاصالاد برك ما حطيتها لكمش هنايا، درت الاوراق يعني سلطه خضراء رافقتهم هكا مع شويه مرقد شويه الزيتون شويه زيتون احمر بليتو حار ومع شويه الارز. نخليكم في امان الله في فيديو واحد اخر ان شاء الله. سلام.